بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن تجربة جديدة، تعيين الوزن الجزيئي لسائل متطاير. تعيين الوزن الجزيئي لسائل متطاير. طيب، نظرية التجربة يا شباب بيقول لي ان انا لو عندي وزن معين من سائل متطاير فانه يتحول الى الحالة الغازية، فانه للتبسيط يمكن اعتبار أن بخار السائل يخضع للقانون العام للغازات. يبقى تاني، يبقى أنا عندما يتحول وزن معين من سائل متطاير أحوله إلى الحالة الغازية، فإنه في هذه الحالة يمكن اعتبار أن بخار هذا السائل يخضع للقانون العام للغازات. بمعنى أن كلنا عارفين القانون العام للغازات بيقول أن البي في الفي بتساوي الان في الار في التي. طيب، ما احنا عندنا الان يا شباب اللي هي عبارة عن عدد المولات، عدد المولات. طب الان عدد المولات بتساوي ايه؟ بتساوي الوزن بالجرام او الكتلة بالجرام على الوزن الجزيئي اللي هي الام. عشان كده انا ممكن اكتب القانون بالصيغة الاتية، ان البي في الفي بتساوي الدبليو على ام اللي هي مكان الان، يعني عوضنا بالان بالدبليو على الام في الار في التي، حيث البي يا شباب هو الضغط بتاع بخار السائل، الفي حجم البخار، الان قلنا عدد المولات وجبناها، قلنا عدد المولات اهو قانون عدد المولات يا شباب، الان بتساوي الوزن او الكتلة بالجرام اللي هو الدبليو على الوزن الجزيئي ام. عشان كده لما اجي اعوض هنا هقول البي في الفي بتساوي، هعوض مكان الان اهو بال W على M، يبقى W على M في ال R في T. واضح يا شباب؟ طيب W دي عبارة عن وزن بخار السائل، ال M عبارة عن الوزن الجزيئي لسائل، درجة بخار السائل المطلقة اللي هي ال T، والثابت العام للغازات كلنا عارفينه اللي هو ال R. طيب، هذه الطريقة يا شباب بتعتمد على تبخير وزنة معينة من السائل ليملأ حيز، هذا الحيز يمكن قياس حجمه. طب بمعرفة بخار هذا السائل، بمعرفة حجمه، بمعرفة ضغطه، بمعرفة الحجم، بمعرفة الضغط، بمعرفة هذا البخار، يمكن حساب الوزن الجزيئي للسائل من المعادلة العامة للغازات. طيب، في التجربة اللي معانا يا شباب ان شاء الله هناخد مثال للسائل المتطاير. يعني ايه سائل متطاير يا شباب؟ يعني سهل انه يتطاير، يعني درجة غليانه منخفضة، خلاص، فسهل انه يتطاير معايا. زي الاسيتون، الاسيتون يا شباب تقريبا درجة الغليان بتاعته عند 56 درجة مئوية. طب لكن في هذه التجربة كمان هنستخدم سائل آخر بنستخدمه كحمام، هنستخدم المية كحمام مائي. من المعروف كلنا عارفين ان درجة غليان المية تقريبا بتبقى 100 درجة مئوية، اي 373 درجة مطلقة بالكلفن. خلاص يا شباب، يبقى عندنا السائل اللي احنا هناخده كمثال عشان نعيين له الوزن الجزيئي هو الاسيتون، تقريبا بيغلي عند 56 درجة وهو سهل التطاير. بنستخدم كمان ايضا سائل اخر اللي هو الماء كحمام مائي، درجة غليانه بتبقى اعلى شوية من السائل المراد تعيين الوزن الجزيئي بتاعه وليكن الماء. كلنا عارفين ان درجة غليان المية 100 درجة مئوية، اي بتساوي 373 درجة مطلقة بالكلفن. حولت من درجة من للكلفن عن طريق ان انا زائد 273 فيديني 373. ايه الادوات والمواد اللي انا هستخدمها يا شباب في هذه التجربة؟ محتاج دورق مخروطي اللي هو الكونيكال ساعة 250 ملي، محتاج الورق الالومنيوم، محتاج حمام مائي، محتاج ميزان حساس، محتاج سوائل قابلة للتطاير زي ما قلنا احنا هناخد مثال الاسيتون، عايز انت تعمل تجارب تانية زي الايثانول زي الرابع قيود الكربون مفيش مشكلة، محتاج الماسك عشان يمسك الكونيكال داخل الحمام المائي، محتاج دبوس عشان اخرق بيه ورق الالومنيوم، محتاج مخبار مدرج ساعة 500 ميلي، ومحتاج الترمومتر يا شباب عشان اعرف بالظبط درجة الحرارة كام. طبعا الشكل ده
هو اللي هيبقى عليه التجربة إن شاء الله، ده الحامل أهو، فبيبقى وادي الماسك بتاع الحامل بيبقى بمسك بيه الكونيكال من فوق كده، بضع أنا في الكونيكال بتاعي الدورق المخلوط ده حجم معين من سائل، بحطه داخل كأس زجاجي عبارة عن الحمام المائي اللي هو بره ده، بحط طبعا الترمومتر عشان أعرف درجة الحرارة، وواسطة السخان برفع درجة الحرارة إلى أن يتم تبخير السائل اللي داخل الكونيكال او داخل الدورق المخروطي بالكامل. خطوات العمل يا شباب، اول خطوة هنجيب الدورق المخروطي اللي هو الكونيكال وهنوزنه وهنسميه W1، هنسميه W1، طبعا عليه الغطاء بتاع الالومنيوم، ورق الالومنيوم بغطيه بورق الالومنيوم من فوق كده واسميها W1. الخطوة اللي بعد كده بجيب حجم معين من السائل المتطاير، وليكن هناخد مثال زي ما قلنا الأسيتون، هناخد منه 3 مللي 3 سنتيمتر مكعب يعني، وهحطهم جوه الدورق المخروطي، وهرجع أعيد الغطاء بتاع ورق الألمونيوم بعد ما بثقبه بالدبوس يا شباب. الخطوة بعد كده هنضع الدورق المخروطي به السائل المتطاير في الحمام المائي، طبعا هنثبته بواسطة الحامل وهنرفع درجة الحرارة، يفضل ليه لغاية حتى الغليان عشان درجة الحرارة تبقى ثابتة يا شباب، وهعين درجة الحرارة للحمام المائي وليكن تي عن طريق الترمومتر يا شباب اللي معايا، الترمومتر اللي معايا، بحيث ان كل السائل اللي موجود داخل الكونيكال اللي هو ايضا موجود داخل الحمام المائي يتحول الى بخار، يتحول إلى بخار، وبعدين بعين الضغط وليكن هو الضغط الجوي السائد، وبعدين بسيبه يبرد لدرجة حرارة الغرفة أو أنا ببرده تحت الحنفية. هنرفع الدورق من الحمام وزي ما قلت هنبرده تحت الحنفية عشان البخار اللي تحول إلى السائل معايا المتطاير ده اللي تحول إلى بخار يرجع يتكاثف مرة تاني، وهنجففه، هنجفف الكونيكال جيدا من الخارج عن طريق مناديل ورقية، وهنرجع نعيد الوزن يا شباب بعد التجفيف وهنسميها W2 W2. طيب عايز الخطوة دي مهمة جدا اللي هي خمسة دي، أعين ازاي حجم السائل؟ طب ما أنا السائل أنا حاطه عن طريق إن أنا بملأ السائل أو الكونيكال بتاعي اللي كان جواه السائل المتطاير اللي رجع تكاثف مرة أخرى، بعبيه إلى الامتلاء بواسطة الماء بتاع الحنفية حتى الامتلاء. طيب أنا عايز أعرف الحجم بتاع السائل كام، لأن أنا عندي الشكل بتاع الكونيكال غير منتظم الشكل، فبالتالي لازم إن أنا أحط او املاه اضع فيه الماء حتى الامتلاء، وبعدين ارجع اضع الماء في المخبار المدرج، والحجم اللي هيطلع هو عبارة عن الفي، الحجم اللي هيطلع عبارة عن الفي بس باللتر يا شباب، باللتر. طيب الحسابات بتاعتنا طبعا باستخدام المعلومات الخاصة يا شباب، احنا لسه من شوية كنا بنقول ان الام الوزن الجزيئي القانون بتاعها لما نيجي نعوض في الام نجيب الام في طرف لوحدها، الام دي اللي هو الوزن الجزيئي هلاقيه انه بيساوي W اللي هو الكتلة او الوزن او الحجم، الوزن بتاعي اللي هو عبارة عن ايه يا شباب، اللي هو W2 ناقص W1، W2 ناقص W1 في الاي في الار اللي هو عباره عن الثابت العام للغازات، في التي درجه الحراره المطلقه بالكلفن، في على البي الضغط، على الفي اللي هو الحجم. يعني ممكن اعوض احولها الى العلاقه عباره عن W2 انت معاك جايبها من التجربه عملي بعد ما وزنت، بعدين ناقص ال W1 اللي هو بدايه الوزن بتاعتك اللي هو الكونيكال وعليه غطاء الالومنيوم بس بدون اضافه، قبل اضافه السائل المتطاير، في طبعا ادي الثابت العام للغازات 82 من 1000 في تي درجه الحراره المطلقه، على باعتبار ان الضغط يا شباب واحد ضغط جوي فبقول ان هو واحد، في الفي اللي هو الحجم، حيث ال W1 زي ما قلنا يا شباب اللي هو كتلة الدورق المخروطي فارغا وبه غطاء من ورق الألمونيوم. أمال ال W2 ده، ال W2 بعد ما انتهيت من التجربة ورفعته من الحمام المائي وجففته من الخارج تماما بواسطة المناديل الورقية، هرجع أعيده بعد ما تم تكاثف السائل، فهذا هو عبارة عن كتلة الدورق المخروطي وبه السائل المتكاثف وعليه غطاء ورق الألمونيوم. يبقى إذا كتلة السائل المتطاير اللي هي الام او الدبليو بتساوي W2 ناقص الدبليو 1.
طيب الار قلنا هو الار هي الثابت العام للغازات، وده ثابت 82 من 1000. طيب بما انه الماء بيغلي فاذا هنعتبر ان الضغط الجوي بيساوي 1 ضغط جوي، اي 76 سنتيمتر زئبق. طيب التي يا شباب طبعا درجة حرارة المية اللي هي قام بدور الحمام المائي وعمل على تطاير السائل في الدورة المخروطي. طبعا أحولها إلى، طبعا ده بجيبها بالترمومتر أثناء التجربة، لكن هحولها إلى باعتبار إن درجة غليان المية 100، وأحولها إلى مطلقة عن طريق إضافة 273، فتتحول إلى درجة مطلقة بالكلفن 373. طب الفي اللي هو الحجم باللتر، زي ما قلت لك أنت هتجيب تملأ الكونيكال إلى نهايته بالماء، وبعدين هترجع تضعهم في مخبار مدرج عشان تعين الحجم باللتر. ال N اللي هو عدد المولات، ال N يا شباب زي ما قلنا اللي هي عبارة عن عدد المولات. دي النتائج بتاعتنا يا شباب اللي هتطلع معانا. أول حاجة الكتلة بخار السائل، ده اللي هو الفرق اللي هي الدبليو، اللي هي عبارة عن W2 ناقص W1. احنا واخدين مثال مثلا الاسيتون، يمكنك عزيز الطالب استخدام سوائل اخرى زي الميثانول، الايثانول، الهكسان وهكذا. الحجم باللتر ده احنا بنجيبه. الثابت العام للغازات ده ثابت 82 من 1000. الضغط الجوي، بصوا يا شباب الضغط الجوي باعتبار ممكن ان الضغط الجوي بما انه الماء بيغلي نعتبره واحد ضغط جوي، لكن في بعض المناطق بتبقى مرتفعه جدا عن سطح البحر، فوقتها ممكن ان انا اشوف الضغط الجوي كام بتاع المنطقه اللي انا موجود فيها. تقريبا في ابها بيساوي 783 من 1000 اتموسفير، لان ابها بتبقى ليست على مستوى سطح البحر. التي طبعا هي درجة الحرارة بتاعت الحمام المائي الذي تمت عندها تبخير السائل المتطاير، ودي بنشوفها بالترمومتر، وبعدين بنحولها إلى درجة بالكلفن عن طريق إضافة 273. والوزن الجزيئي، الوحدة بتاعته جرام لكل مول، وبكده نقدر نعين الوزن الجزيئي للسائل المتطاير.